الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلوب الصائمين. قلوب الصائمين من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سعد أبن ناصر الشثري. الحمد لله المنعم المتفضل، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله مخلصا له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإخلاص من أعظم عبادات القلوب. قلبر عبادة الرنور عبادة دي إخلاص. إخلاص يعني شرط عبادة قبولونر. إخلاص عبادة رجوجة. عجر نور دي بيشد كان سبب خمادة غريب الشد زودي إخلاص أن يفجد ولين. إخلاص المراد أن يقصد العبد بعمله خامر مقصد زيان خامقرر يعني وجه الله الله رضا من دي والدار الآخرة مقصد آخرة وابريو دنيا خنوسيس أرنام فيب الله منشر دهيب الله منشر سائر مجاملة غري يعني نوافريو مخلصك الإتر ويد مؤمن الله جل وعلا هد وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالعبادة لابد من الإخلاص زي هنوك كان عبادة هم أي هم إخلاص فازا ودي بتولي الله رد قبول غري ودي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الله النبي رد الله رد أمر جدي دي عبادة الله خالص غري غري والله زي هنوك كان عبادة سو إخلاص فانز إليان يعني قبول نوبو دعاء تو الله تو ما غار عندي لذكر قرار يعني المقصد كي وافري بو الله سبحانه وتعالى الرضا من دي رسول الله عليه الصلاة والسلام هد أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. الله رمى زي هنا عمل قبول نغري بو زودي خالص الله نو دولي أر الله رضا من دي ناسا دولي تنن صفة يتنين مزي هنو غش نفاق فان نفا فان زافري بو مسلمان القلب التوكن يدي خنك هم قل لي آخرة الله الله رضا من الله وافري بو باشر براري نصيحة قرر يعني مقصد تيك وافري بو عند الله ما نشال دلاغ تيبر مقصد تيك وافري بو. رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي قيامة الدين شوف عريش المستحق وباء هن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي الله خالص قريري كلمة توحيد فجي مسلما هن اقتم زي بي إخلاص الدوارة إبر خموري دنياوي همزي هنوك هم بتو إخلاص فازلي إي همي ندى عادتي ندى عبادة بني زي بقوي الله ارتعطي زي بقوي خنهار قنزر نزرگاري مضبوط غريب الله الله ارتعط غريب فريب الله اني يدقج دولي ان الله ما بفر احساني اغنى غشي لهذا اكرام جيران الاكرام زيخنو منشل شندر معاملة غجي بر مقصد الله قريب بالله اجر فيب الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات زيخنوك هم نيت روري دار مدار انك لن تنفق نفقه زهنوت يا خرز گجو الله رضا من دي حاصل گجو هم هي هم الا وجرت عليها الله رت اجر ديو. من اهم الاسباب التي تجعل العقلاء يخلصون نياتهم لله خدون اين اسباب زين الدوارا اخل موني عباده توري الله خالص گوري گوري فاري اربو توري اك نمبرت ان الاخلاص شرط لقبول العمل يا ام بزيف جدولي عمل قبولوتي هم ها اخلاص فازا فريبو زهنوزن اخلاص الله خالص غري نغري الله تقبل نغري بو سو حديث قدسي الله رت كي هور انا اغنى الشركاء يعني الشركي اي زهنوزن ايش هم مدي شريك گوجي شريك گوجي اي بتو دوري ها تو هنا اجر نا بھائی بو زلا گوجي بتو بھائی بو دي فانا منه بري اي بتو دوري وهو كله للذي اشرك زلا گجی ای بللا مللا ہنو کسوی بیا جر فائتن متو. اللہ جل وعلا قرآن کی ہر من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها زی ہنو زنی بالا ہم گجی کنتو مقصد دنیا فائب اللہ دنیا رنگ رنگ فائب اللہ اللہ رمضی بارے فورا غریب دنیا دی وہ ہم فیہا لا یبخسون کنتو آخرتت اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت اللہ النار بللا آخرتم از جہنم
وحبط ما صنعوا فيها. دين هم قديم بقوم الله رب باطل قريب لي باطل ما كانوا يعملون. دنيا مبرا ما زيان دي لما زين لي نقصان فايدة الله جل وعلا آتم ما زين هر هم قريب دي أنا رب بدل دي بدل الله رب هر خونك الله قديد ولي يبتو خنو قوتنا فايدة دي نقصان دي والله أم اتخذوا من دون الله شفعاء زي ترى هر خنو زن الله عبادت قريب ترى هنو فايدة دي فريبوني قل لله الشفاعة جميع الله رضي الزنا فائدة دي بودي تين نمبر ما زي أن الأجر والثواب على مقدار النية والإخلاص زي هنا همار ثواب بدلا نية دار مدار زي دل نية جوجين دل فائدة بودي وإنما لكل امرئ ما نوى سين نمبر زي هنا الزنا هم جوجي دي أنا دوار الله رضا من دي ركدو لي مقصد الله رضي راضي بو زي منشر رضا من دي لا قل جدو لي الله رب مزي ناراضي بو منشد دل مزي ناراضي الله رب فدا غريبو فاس نمبرت ان الاخلاص يمسح وساوس القلب قلوب زي خنوز دون مانوش اخلاص ولا مانوش شيطاني بر داه يعني واري بو عاجز جي بو گوي وسوسا دي ني واري بو سو شيطان ني كي قسم هر فبعزتك الاغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين بگنور اغوا برباد گري دي هريم كندو مخلص كلور نه هري بو شيطاني سنمبرت أن المخلصين يبعدهم الله عن المعاصي ويعصمهم زي ترى مخلصة سي ترى ري الله رد قناتو دور رايبو خرافتو حفاظة ما زي رايبو سو يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين مخلص يوسف عليه السلام الله رمال خطار سيستو ابتلاتو حفاظة قجي هات نمبرت أن الإخلاص سبب لمغفرة الذنوب مخلصر خامد دوارا الله رمضي برغنار مافغري ديو زتور غنو بوغوي حديث قدسي ما ذكر لو لقيتني بمثل الارض خطايا دنيا بوري دون غنا قل ودا كنت بي عبادت جد الله الله زدون غنا سي بغنا الله مافغري دي فلي شرك نو غري دولي ابن تيميه رحمه الله دي اخلاص الدين لله دين خالص غري الله الله يا اي دين يا الله رد قبول غري بودي اخلاص دين الله بليوري جهنوز زن عبادت الله الله غري بول دي يان الله رسول ال دي فدي دي قران نازل گجدي يان دعوت اور مقصد قران نازل گرون اور مقصد اخلاص ظاهر دي روزه مزي سو روزه حالت جهنوز زن روزه د جي واش تر شركي فرض روزه هم هي هماره تتو تين يترافري الله جل وعلا بر حالت رزانه دي حديث قدسي من كل عمل ابن آدم له فتي إنسان عمل إبا الله إلا الصوم رزا الله الله بليري رزا ربض الله الله ردي بو فإن من أجلي الله الله بليري بيرزا دجدات الله يعني كوي رتب علي مضاعفة الأجر والثواب الله الله خالص قريقا رزا دجدات الله أجر الله رمض بيجدد رسول الله عليه الصلاة والسلام كهار من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زي رمضان روزا دجي إيمان راي فرز قجدي أنوروري صواب النيتي عند الله تراوي النواس وجي ليلة القدر عبادة قجي إبارقنا لا تحصل مغفرة الذنب إلا لمن قام إيمانا واحتسابا إبارقنا ما فنويبو إبي صواب نفايبو زودي الله الله خالص نوغر دودين يؤمن العبد أن الله شرع العمل الله رد فرز جدي أن الله قرر أر سواب فايب الله بليور قرر ابن القيم رحمه الله دي العامل بغير إخلاص زي هنو كهما مزي إخلاص فانو زي لي نبي الطريقة زي فانو زي دولي كالمسافر يملي جرابه سفر قرد دي مسافر يبقى يبقى دولا فرار كيلو مدي ليري يبقى دولو جاد دي كم بور أر إين ريف خنو فايده إنو ديو إن للصوم أثرا عجيبا روزار خند الله أثر قلبا مازي زودي الله الله خالص قري أرقو جدولي إبا خراب التو بركة فاسد خراب سيس تو الله رت حماية قري أر أرقو بي ركة ساي واشة ترشة تكي دي أنا ركة ساي بتو إخلاص أي إخلاص أي الله الله خالص قري أرقو زادري فرر أرو زبا شيطان عاد دي راكاسي راكو شيداوي زاغوي تضيق شيطان ني انتو سولي نفري الله الله خالص غوري روزا دلي بغو سبيبوني بالار صحة عافية تر ار هداية تر او مسلمانو نية الله الله خالص غوري غورو هر كخام مزي
اگر زمان تخیتو دے سلف صالحین قولو لمن لم یکن صادقا لا یتعنا زے نیت ٹک نائی سچا مقصد نو دکھ نو گجو این خوئی اعلان گری دو اللہ جل وعلا عرر مقصد ٹک گروک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلا